وقوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله من آوى محدثا. وأعظم الإحداث أي يحدث في الدين. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا الإحداث ابتداء. أما من عمل الإحداث اقتداء بالمحدث الأول فيشمله هذا الحكم. لرواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.